الطاجين بقى وحلاوته. قطنة، قطنة هي أحسن منطقة، هي المنطقة اللي كيكون فيها كيتواجد فيها اللحم وكتكون طرية إن شاء الله. واحد صح صح تعال من هنا، تعال من هنا، تعال تعال من هنا. شنو هذا السعي اسمه؟ ايه؟ شنو هذا؟ الشوى في المغرب. لا أحلى مشوى في المغرب. ما شاء الله تبارك الرحمن. السلام عليكم، مرحبا بكم، سناك فريبقا. تحس إنك في بيتك. هيا. على ليا. خليك خليك. متابعين الكرام، احبابي في الله، وانا في المغرب حاجه جميله جدا عجبتني، انك عايز تاكل حاجه نظيفه وحاجه كويسه وحاجه مضمونه. شايفين النظام هنا، الجزاره في نفس المكان اللي بيتشوي فيه اللحم، وده كل المطاعم في المغرب كده. يعني زي ما انتم شايفين دي الجزارة، وده المكان اللي بيشوا فيه. كل المطاعم في المغرب بالطريقة دي احبابي في الله. ادي ما شاء الله تبارك الرحمن. ما ننساش نصلي ونسلم على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. شايفين الجمال ده؟ طبعا لحم الغنم، وما احلى الريش طبعا في لحم الغنم. هادي متابعين الكرام، ده الحاجة اللي عجبتني جدا في المغرب، ان اي محل بيدير الشوى على قولة المغاربة طبعا، المطعم فيه الشواية، فيه اللحم الطازج، انت بتختار بنفسك حتة اللحمة اللي انت هتاكلها. يعني شايف، واتشرفت بيوم سيد الحاج، ان شاء الله هيكون في المدينه بعد يومين باذن الله. ان شاء الله باذن الرحمن، ربنا يتقبل عمرته يا رب. اهلا وسهلا بسيدي عثمان وبكل متابعي قناه ابتسم فنبيك محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. مرحبا بك في بلدك الثاني المغرب. ربنا يرضى عنك ويرضيك يا رب. ممكن نشرح لك هنا بالدارجه باش الاخوان يعرفوا ان شاء الله النوع ديال النوع ديال اللحم المنطقة أو الأماكن الجيدة في الخروف. إن شاء الله هيشرح لي. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هنا في المغرب كاين عندنا طقوس خاصة ديال الشواء وديال أكل اللحم ديال الغنمي، كنسميوه الغنمي. وأحسن طريقة في الشواء هي ملي كناخذوا اللحم، احسن طريقه في اللحم هي هاد، احسن منطقه هي هاد المنطقه، هذه هي احسن منطقه اللي كنسميوها بالقاطنه. القاطنه هي احسن منطقه، هي المنطقه اللي كيكون فيها كيتواجد فيها اللحم وكتكون طريه. وكناخذوا حتى هي هادي، الا خدينا احسن منطقه هي هادي، من هنا لهنا احسن منطقه، هذه المنطقه المخيره كيكون فيها اللحم وكيكون طري. من بعد كناخذوا الكفته، الكفته ديالنا باش كتكون طريه وكتكون زوينه كيكون اللحم البقري، اللحم مزيان، وكنضيفوا ليه ما يعرف بهذه المنطقه بوسويط، هذه كتسمى هذه المنطقه بوسويط، باش كيجي اللحم ما كيجيش قاصح، كيجي ارطب. وكنجيو هنا دائما عند الجزار ديالنا سي ابراهيم، عندنا كنجيو عند الاخ ديالنا سي ابراهيم جزار خريبقه، نعطيه لك يرحب بك. ابراهيم السلام عليكم، مرحبا بكم، سناك فريبقا. كيلو كفشه، كيلو كفشه داير 100 درهم، كوطله داير 120، الكبده دايره 140 درهم، البروشيت بولي داير 80 درهم، السوسيس 100، الجوده ديال اللحم. القلب داير 140 درهم، الكبده دايره 140 درهم. 140 درهم ابار شويه كتبقى ب 20 درهم الكيلو. ثمن مناسب وكوطليط وشي حاجه زوينه والجوده. ثمن خاص. لا مرحبا بكم. مرحبا. اهلا وسهلا ومرحبا بالاخوان ديالنا ديال متتبعي قناه
ابتسم فنبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. زي ما انتم شايفين احبابي في الله ما شاء الله تبارك الرحمن، ده النظام في المغرب العربي احبابي في الله. ادي شايفين متابعين الكرام احبابي في الله، دي الريش طبعا زي ما احنا عارفين الريش، ريش الغنم، دي ريش الغنم طبعا. ان شاء الله تبارك الرحمن. والبصل كمان احبابي في الله، والمطيشه، الطماطم، حاجات جميله واجواء. دي الكفته، وشايفين البصل والحاجات الجميله متابعين الكرام احبابي في الله. شايفين عم الحاج ده العسل ده، عم الحاج مسعود. رحت عمره ولا باقي؟ ها رحت عمره ولا باقي؟ مازال. لا نفسك تروح عمره ولا لا؟ مازال نفسك تروح؟ قال لك بغيت تمشي، بغيت تمشي عمره ولا لا؟ ان شاء الله ان شاء الله. وتزور الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم الا كتب الله. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ما كرهناش. ادعوا يا جماعه ربنا يكرمه يا رب زياره الحبيب محمد قريبا ان شاء الله. اللهم امين. تحياتي احترامي حفظك الله. شايفين يا جماعه المغاربه ها ناس زي العسل. اه مرحبا بكم يا سيدي، ربنا يرضى عنك ويرضيك يا رب. يا سيدي هيا، اجواء طبيعيه تحس انك في بيتك ما شاء الله. شايفين متابعين الكرام احبابي في الله، وكمان ده الطاجين بقى وحلاوته. شايفين ما شاء الله تبارك الرحمن. ايوه شايفين ما شاء الله متابعين الكرام احبابي في الله، الله يبارك يا رب. هو حمزه، حمزه ودائما ابتسم فنبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، فنبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، حبكم في الله.